بص يا كابتن حسام، احنا بنعيش مسلسل مكرر على مدار اكتر من لا ده ملوش اجزاء، الجزء ال 20 ده عدى كتير قوي، 60 سنه 1948 كابتن خالد، 60 سنه احنا بندور في نفس الدايره طول السنين اللي فاتت، وهنفضل ندور نفس الدايره طول السنين اللي جايه. انا مش حابب اكون يعني تشاؤمي، بس هي الصوره كده. قول اللي انت عايزه يا ريس. هي الصوره كده، اولا يعني هي القرارات صدرت من ناس المفروض ما يكونوش موجودين اساسا اصلا. ليه؟ اتحاد الكره. اتحاد الكره يعني اتحاد الكره الحالي هو يقرر لمستقبل الكره المصريه، وهو لا يجوز ليه انه يعمل ده. هو على الورق وباللوائح يجوز ليه انه يعمل ده، انما كاحساس لا يجوز ليه انه يعمل ده الحقيقه. يعني المفروض من ضمن بيان اتحاد الكره اللي كان او قرارات اتحاد الكره اللي طلعت قبل اي حاجه، احنا استقلنا واي حد يجي يشيل، لان الموضوع يا كابتن اسلام واللي بيحصل والتخبط اللي شغال، وكل واحد واخد حته مستاثر بيها، والحته كمان عارف لو كل واحد واخد ملف وناجح فيه هنقول تمام التمام، انما مفيش. ده طبيعي بالمناسبه ان كل واحد يبقى واخد ملف ويشتغل، لا بس الطبيعي انه يبقى ناجح فيه، ما يكونش فاشل فيه، ما يكونش فاشل فيه يعني. امبارح بس انا عايز برضه اقول حته اعتراضيه دي، هل لما كل عضو مجلس اداره يبقى منوط بيه او واخد ملف منتخب هو ده الصح؟ لا مش ده، مش مساله كده. بس اقول لك حاجه، اقول لك حاجه كابتن، عشان كنا بنتناقش فيها انا وخالد والشباب، وياخد الملف عشان يجيب الناس اللي تنفذه، بس هو اللي يبقى عنده الردود، مش هو ياخد ملف فيبقى هو الفني مثلا او المسؤول عن الفرقه دي او القانون. لا بص يا كابتن، احنا كباتن طبعا انا اسف بقطعكم يعني، انما احنا في المرحله اللي احنا فيها دي هي نفس المرحله اللي احنا كلنا عشناها في جزئيه، احنا قبل ما على فكره ما يطلعوا قرار اقاله فيتوريا احنا كنا عارفين ان هو سيقال روي فيتوريا، وقبل ما يقيلوه لابد انه يطلع في الاعلام خبر هيرفي رينارد ان احنا بنتفاوض مع هيرفي رينارد، اكتر اسم تم ترديده على مدار 11 سنه مع كل اتحادات الكره اللي فاتت ان اول بالونه لازم تترمي هو هيرفي رينارد، فكل الناس تبص على هيرفي رينارد وتنسى اصلا القصه الاساسيه اللي المفروض انك تبص عليها. احنا المفروض نبص على مين؟ على الناس اساسا اللي بتدير، هل دول يجوز ليهم ان هم يديروا اساسا؟ لا. الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه في معرض كلامه عن هو يجوز ليهم لائحيا وقانونا. ما انا سمعت في الكلام ده، انا بقول عشان اللي ما يسمعش. لا انا قلت ان هو قانونا ولائحيا يجوز، عشان اللي ما يسمعش. الدكتور اشرف صبح هو بيبرر لنا امكانيه او عدم امكانيه المساس باتحاد الكره الحالي، هو انه هذا الاتحاد ستنتهي مدته بعد دوره الالعاب الاولمبيه، وبالتالي هو ان احنا نصبر بعد ما الالعاب او الدوره تخلص والناس تاخد دورتها وتمشي.